تجيب السكر منفصل تماما. فاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. وإياك نستعين بالنصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا إلى النوع الخامس من أصول الكفر والبدع. قال رضي الله تعالى عنه: والجهل المركب. هذا هو الأصل الخامس من أصول الكفر. الجهل المركب هو مما ابتلي به كثير، وهو أي الجهل المركب أن يجهل الحق المطابق للواقع ويجهل جهله به. والجهل المركب وهو أن يجهل الحق ويجهل جهله به. هذا هو الأصل الخامس. اقرأ يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف والشيخ رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومنا وبعلوم مشايخنا في دار الآمين. والجهل المركب وهو أن يجهل الحق ويجهل جهله به. يعني سمي جهلا مركبا لأنه يتركب من جهلين: أن يجهل الحق، هذا هو إيه الأول، وأن يجهل جهله به، وهذا هو إيه الثاني. يبقى هو تركب من إيه، من جهلين: الأول جهله بالشيء، والثاني جهله بجهله. أعرفتم لماذا سمي جهلا مركبا؟ لأنه تركب من جهلين. فالجهل على نوعين: إما بسيط وإما مركب. البسيط هو الذي لا تركب فيه، وهو أن تجهل الشيء، يعني هو عدم المعرفة. عدم المعرفة بالشيء هذا يسمى جهلا. أما إن عرفت الشيء على خلاف ما هو عليه أو ما هو به، فهذا يسمى بالجهل المركب. لماذا سمي مركبا؟ لأنه تركب من جهلين: الأول هو عدم المعرفة بالشيء، والثاني هو معرفة الشيء على خلاف ما هو به. يلا يا شيخ. قال الشيخ رحمه الله: والخامس من أصول الكفر الجهل المركب، ومما ابتلي به كثير، وهو أي الجهل المركب أن يجهل الحق المطابق للواقع ويجهل جهله به. يعني هو يجهل الحق ويجهل جهله. يعني ما معنى يجهل جهله؟ يعني يظن أنه عالما وهو غير عالم، ويظن أنه على معرفة وهو غير عارف، ويظن أنه على بصيرة وهو على غير بصيرة، وهكذا.
فلهذا سمي هذا الجهل مركبا، وهو أشد ضررا وخطرا من إيه؟ من الجهل البسيط، لأن الإنسان إذا علم أنه لا معرفة عنده يطلب المعرفة. أما المركب فهو يعرف الشيء لكن يعرفه معرفة غير صحيحة، أو معرفة مغلوطة، أو على خلاف ما هو عليه. فلذلك هذا الذي يعرف الشيء ومعرفته بالشيء ليست صحيحة فإنه لا يطلب المعرفة، لا يطلب العلم، لأنه يظن أنه على إيه؟ على علم. ولذلك قسم في الأثر أو في الحديث والله أعلم بصحته أن الرجال أربعة أو الأصناف أربعة: رجل يدري، يدري يعني يعرف، ويدري أنه يدري، يعني رجل على معرفة ويعرف أنه يعرف، فهذا هو العالم. أما الثاني فرجل يدري يعني يعلم، ولكنه لا يعلم أنه يعلم، فهذا غافل أو ساهي أو ناسي. كثير من الناس يعرف الشيء ولكن مع البعد والغفلة يظن أنه إيه؟ لا يعرف، ولكنه يعرف. فمثلا إنسان رأى إنسانا فيقال له هذا فلان وأنت تعرفه، فيقول لا أعرفه. ثم إذا ذكر وقيل له هذا ابن فلان الذي كان صديقا لك، أو هذا من أقاربك لأنه أبوه فلان وأبوه يعتبر ابنا لقريب لك، فإذا ذكر يقول إيه؟ نعم أعرفه. طب لماذا قال في البداية لا أعرفه؟ لأنه نسي أو في غفلة. هذا هو النوع الثاني. النوع الثالث هو الجاهل، رجل الجاهل البسيط، رجل لا يدري ولا يدري، رجل لا يدري ويدري أنه لا يدري، يعني هو لا يعرف ويعلم أنه لا يعرف، هذا هو الجاهل، فعلموه. أما النوع الرابع وهو أشد الأربعة خطرا، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، هذا هو إيه؟ المكابر. هذا أشد ضررا من الذي قبله، لأن هذا هو الجاهل المركب. يلا يا شيخ. وهو أن الجهل المركب أن يجهل الحق المطابق للواقع ويجهل جهله به أي بالحق، كاعتقاد الفلاسفة التأثير بالأفلاك. يعني الفلاسفة هذا مثال للجهل المركب، يعتقدون التأثير للأفلاك ويعتقدون قدمها. إذن الأفلاك هل هي قديمة؟ لا، حادثة. فهم يعتقدون قدمها، وهذا على خلاف الواقع أو على خلاف الحق. إذن فهم يجهلون أنها حادثة، هذا جهل، ويعتقدون أنها قديمة، وهذا جهل آخر، ويعتقدون تأثيرها، وهذا جهل ثالث. إذن فمعنى الجهل المركب ليس هو الذي تركب من جهلين فقط، بل على الأقل من جهلين، فيمكن أن يركب من 100 أو من 30، أقل شيء أن أركب إيه؟ من جهلين أي فأكثر. واضح؟
فبعض الناس يظن أنهما جهلان فقط، لا، جهل وجهل وجهل وجهل، وهكذا يخرج من جهل إلى جهل إلى جهل، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. كاعتقاد الفلاسفة التأثير للأفلاك واعتقادهم قدمها واعتقادهم. أولا الأفلاك ليست قديمة وليست لها تأثير، واضح؟ إن هذا جهل، ويجهلون أنها حادثة. إذا فهذه مجموعة من الإيه؟ من الجهل، ركب بعضها على بعض. واعتقادهم تأثير الآلة بطريق التعليل. الآلة مثلا كالسكين، السكين هذه آلة القطع، يعني يحدث القطع عندها لا بها. هم يعتقدون أن القطع يكون بها على إيه؟ على طريق التعليل، يعني أن السكين علة وأن القطع معلول لها، ولا بد بين العلة والمعلول من التلازم، فهذا أيضا ضرب من الجهل. إذا ما هو الاعتقاد الصحيح؟ اعتقاد أهل الحق أن التلازم بين السكين والقطع تلازم عادي، لو شاء الله تخلفه لم يحدث، كما فعل بسيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فإن السكين لم تذبح، وكانت إيه؟ يعني حادة تقطع، تكاد تقطع الهواء، ومع ذلك لم تذبح. ليه؟ لأنها آلة، والله تعالى يخلق التأثير عندها لا بها. أما الفلاسفة وغيرهم ممن يقول بالتعليل أو بأن التأثير للآلة بطريق التعليل فهذا جهل، لأن الحق المبين الذي يجب أن نعتقده أنه لا تأثير إلا لله سبحانه وتعالى، وأن السبب يوجد بينه وبين المسبب تلازم، إلا أن هذا التلازم تلازم عادي يجوز انفكاكه. اقرأ. ونحو ذلك من خفياتهم، وهذه جهالة عظيمة، ثم هم جاهلون بهذا الجهل منهم، ولهذا سمي يعني جهل. هذه جهالة، لكن إذا سألت الفلاسفة يعتقدون أن في هذه الجهالة علم الأولين والآخرين، لا يسمونها جهالة، بل أنت في نظرهم أنت الجاهل، وهم أعلم من في الأرض جميعا، بل يعتقدون أنهم أعلم من في الأرض ومن في السماوات، فهذا جهل أشد، لأنهم يحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. ولا نقول في الفلاسفة استحوذ عليهم الشيطان، بل هم نفس الشيطان. يلا. ونشر عنه بدعة إن كانت تلك البدعة هي التي وقع الجهل باعتقادها كجهل القدرية. ونشأ عنه، يعني عن الجهل المركب، نشأ عنه بدعة. ما هي البدعة التي نشأت عن الجهل المركب؟ ونشأ عنه بدعة إن كانت تلك البدعة هي التي وقع الجهل باعتقادها كجهل القدرية باعتقادهم باستقلال الحيوانات بإيجادها أفعالها باختيارها. يعني في بدعة
نشأت عن الجهل المركب كجهل القدرية باعتقادهم، يعني جهلهم هو اعتقادهم. استقلال الحيوانات، الحيوانات يعني الكائنات الحية، بإيجادها أفعالها الاختيارية، يعني عندهم أن الحيوانات ويدخل في الحيوانات هنا الإنسان يعني الكائن الحي، توجد أفعالها الاختيارية استقلالا، يعني كل كائن حي يوجد يعني يخلق أفعاله الاختيارية بقوة أو بقدرة مستقلة. إيه معنى مستقلة؟ يعني لا علاقة لها بإيه؟ بقدرة الله، يعني هي لها استقلال، يعني القدرة المستقلة التي عند الحيوان إن شاءت أن تخلق شيئا خلقته حتى لو لم يرد الله تعالى خلقه، هي مستقلة، يعني لا ترجع إلى إيه؟ إلى قدرة القادر سبحانه وتعالى، وإنما هي تفعل أو توجد أفعالها الاختيارية استقلالا. هذا إيه؟ الجهل نشأ عن إيه؟ هذه البدعة نشأت عن إيه؟ عن الجهل المركب. واعتقادهم مراعاة الصلاح والأصلح في حق الله تعالى. يعني هناك أيضا بدعة أخرى أو مسألة خالف فيها المعتزلة أهل السنة أو خالفوا فيها الاعتقاد الحق، وهي مراعاة الصلاح والأصلح، أي أنه يجب في حق الله تعالى أن يراعي بالنسبة لعباده الصلاح والأصلح. وهذه المسألة ليست كفرا، وإنما هي من البدع في الاعتقاد، لأن البدع إما أن تكون في الأفعال تتعلق بالأفعال والسلوكيات، أو تتعلق بالعقيدة. فالبدع إما تتصل بهذا يعني حلال وهذا حرام ومندوب ومكروه، تعتريها الأحكام الخمسة. أما البدع الاعتقادية لا تعتريها الأفعال الخمسة، وإنما هذه إما أن تكون كفرا وإما أن تكون فسقا. يعني مثلا اعتقاد القدرية، استقلال الحيوانات بإيجادها الأفعال الاختيارية، هذه بدعة ولكن ليست كفرا، بدعة ليست مكفرة. لماذا؟ لأنهم يقولون إن القدرة التي نخلق بها أفعالنا خلقها الله تعالى، إذن فيرجعون الخلق في النهاية إلى الله، ولو لم يفعلوا لحكم العلماء بكفرهم. أيضا نقول ذلك في مسألة الصلاح والأصلح، المراد بالصلاح ما يقابل الفساد كالإيمان في مقابلة الكفر، والصحة في مقابلة المرض. أما الأصلح ما يقابل الصلاح كالثواب بلا تكليف، في مقابلة الثواب مع التكليف، وهذا اعتقاد باطل إذ لا يجب عليه تعالى شيء. يعني هذه البدعة نشأت من جهلهم أن الله سبحانه وتعالى يوجب على غيره ما يشاء ولا يوجب عليه أحد، فليس هناك واجب على الله تعالى لأنه فاعل مختار، فالوجوب إنما يتوجب على غير الله وليس على الله، إذ لو وجب عليه تعالى شيء لكان هناك من يسأله عن فعله، وهو تعالى لا يسأل عن لا يسأل عما يفعل وهم إيه؟ وهم يسألون. نعم. ونحوي ذلك من سائر البدع الاعتقادية. فإن قلت
فيما كان الجهل المركب أصلا من أصول الكفر والبدع؟ فالجواب: لأجل عدم شعور صاحبه به. يعني الجهل المركب لماذا كان أصلا من أصول الكفر والبدع؟ فالجواب: لأجل عدم شعور صاحبه به واعتقاده الصواب. يعني هو لا يشعر بأنه جاهل أو بأنه على خطأ، وإنما يشعر بأنه على صواب وأن الحق معه. ولذلك تجد في القرآن الكريم عند مجادلة الكفار لا يعتقدون أنهم على باطل، بل يعتقدون أنهم على صواب، بل وينكرون على أهل الحق. يعني مثلا عندما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد أنكروا ذلك وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب، يعني هذا شيء منكر، كيف يكون الآلهة الكثيرة واحد؟ ما سمعنا بهذا في الملة. أنكروا الحق لجهلهم به ومعاندتهم له، فهم لا يشعرون. ولذلك تجد كثيرا من آيات القرآن يقول لك إيه: من حيث لا يشعرون، وهم لا يشعرون، ويعتقد أن الصواب والحق في فعله، ولو اتفق أن يجيء من يرده إلى الحق في نفس الأمر فيمتنع من ذلك، يمتنع ويأبى. ليه؟ لأنه يظن، بل يعتقد اعتقادا جازما أنه على حق، بخلاف الجهل البسيط وهو عدم إدراك أمر من الأمور، فإن صاحبه يطلب العلم بما جهله، وإن جاء من ينبهه ويعلمه فإنه يجيب ويقبل. يبقى إذن إيه الفرق بين الجهل البسيط والمركب؟ أن الجهل المركب إذا جاءك من يعلمك ترفض وتأبى، لأنك تعتقد أنك على حق. أما الجهل البسيط إذا جاء من يردك إلى الصواب ومن يعلمك الحق في المسألة فإنك تقبل. فإن قلت ما سبب الجهل المركب؟ فالجواب: وثوق النفس من العقليات بما ليس برهانيا من الأدلة. يعني هناك أسباب، منها أسباب الجهل المركب أن النفس تثق من العقليات بما ليس برهانيا من الأدلة، يعني يعتقد أنه برهان وهو ليس برهان، هو مجرد شبهة، ولا سيما عندما تظهر لها الإضافة للحق في بعض أمور. ويكون أيضا هذا الجهل المركب في الشرعيات كما يكون في العقليات، ويكون من المقلدين كما يكون من الناظرين. يعني ممكن يقع المقلد في الجهل المركب، وممكن يقع فيه غير المقلد المجتهد، فممكن المجتهد يجتهد فيصل باجتهاده إلى الخطأ لا إلى إلى الصواب، ويكون جهله عندئذ مركبا. ولذلك قسم الإمام القرافي في كتاب القواعد، كتاب عظيم، كتاب القواعد فيه أقسام للجهل العشرة للإمام القرافي، منها ما هو متفق على كفر صاحبه. ما احنا قلنا لكم الآن إن الجهل المركب أصل من أصول الكفر، فهناك من أنواع هذا الجهل هي عشرة: ما هو متفق على كفر صاحبه، ومنه ما هو مختلف فيه، ومنه ما لا يلزم فيه شيء. أول شيء: هناك جهل لا نؤاخذ به بفضل الله، وهذا
لازم لمعظم المخلوقات، وهو الجهل بجلاله تعالى وصفاته التي لم تدل عليها الصنعة ولم يقدر العبد على تحصيلها بالنظر. قال تعالى: ولا يحيطون به علما، يعني هذه لا طريق للوصول إليها بالنظر العقلي، والصنعة أي الخلق ليس دليلا عليها. هذه في سرادقات علمه وفي مكنون جلاله سبحانه وتعالى. الجهل الثاني نفي الأحكام، كجهل أنه تعالى عالم أو قادر أو متكلم. يعني إذا جهل أحد أن الله تعالى عالم أو جهل أنه قادر أو جهل أنه مريد فهذا كفر إجماعا. يعني من قال لا أدري هل الله تعالى عالم أو لا هذا كافر. ثالثا، من أثبت الأحكام بدون الصفات، يعني مثلا قال تعالى هو تعالى عالم ولكن بغير علم، خلاص يعني أثبت الصفات المعنوية ولم يثبت صفات المعاني، وهذا هو مذهب المعتزلة وللإمام مالك والشافعي والقاضي، القاضي اللي هو مين؟ الباقلاني، في تكفيرهم قولان. يعني الفرق بين الثاني والثالث أن إنكار الصفات المعنوية كفر، لو أحد أنكر أن الله عالم أو أنكر كونه عالما أو مريدا هذا كفر، أما إنكار المعاني مع إثبات المعنوية ليس كفرا. متى يكون إنكار المعاني كفر؟ إذا أثبت الضد، يعني إذا أنكر صفة العلم وأثبت الجهل. إنما إذا أنكر صفة العلم أي ليس هناك صفة لله اسمها العلم ولكن الله عالم بذاته أو قادر بذاته هذا ليس، هذا مختلف فيه. واضح الكلام ولا لسه؟ هل واضح؟ الرابع اختلف فيه، هل هو جهل تجب إزالته أو حق يجب بقاؤه؟ فإذا كان الأول فهو معصية ولم نرى من كفر به، وإذا كان الثاني يبقى إذن هذا يعني طاعة، ولأجل هذا لم نرى من كفر به، وذلك كالقدم والبقاء. هل هما صفتان وجوديتان، يعني هل هما من صفات المعاني أو أنهما من الصفات السلبية؟ فإذا جهلت ذلك هذا لا يلزم منه الكفر، ولكن تلزم مخالفة من الأشاعرة أو مخالفة أهل السنة. النوع الخامس جهل بمتعلق الصفات لا بالصفات، يعني يجهل التعلق ولا يجهل الصفة، يعني يعرف صفة العلم لكن إذا سألته بما يتعلق لا يعرف. هناك جهل بمتعلق الصفة لا بالصفة، كتخصيص المعتزلة القدرة والإرادة ببعض الممكنات. طبعا مذهب أهل السنة أن الإرادة عامة التعلق بجميع الممكنات وكذلك القدرة، هم خصوا تعلق القدرة والإرادة ببعض الممكنات، يعني أخرجوا بعض الممكنات من تعلق القدرة والإرادة اللي هي إيه؟ أفعال الإيه؟ أفعال العباد. وفي تكفيرهم بذلك قولان، والصحيح عدم تكفير. طالما المسألة فيها قولان يبقى نأخذ بإيه؟ بالقول الذي يقول بعدم الكفر. إنما إذا كان هناك قولا واحدا يبقى لابد أن نأخذ به. فإذا وجدنا في المسألة من يقول بكفرهم
ومن يقول بعدم كفرهم فنحن مع القائل بعدم الايه؟ بعدم الكفر. هذا اسلم واحسن وافضل. سته، جهل يتعلق بالذات، وهذا جهل مين؟ السلفيه والوهابيه، جهلهم يتعلق بالذات، وعندهم ايضا جهل يتعلق بالصفات. فالجهل الذي يتعلق بالذات كاعتقاد الجسميه واعتقاد المكان والجهة، كل هذا يعني عندهم أن الذات جسم، أو يعتقدون الجسمية وإن لم يصرحوا بذلك، والمكانية والجهة، وهذا كله البعض يقول هذا من لازم مذهبهم وليس من صريح المذهب، وهذا هو مذهب الحشوية أو الحشوية. وأيضا في تكفيرهم قولان، والصحيح عدم تكفير السلفية وعدم تكفير الوهابية، ولكن نقول به لا نقول بكفرهم، وفي كفرهم قولان، ونحن نختار عدم الايه؟ عدم التكفير، لكن ليس في جهلهم إلا قول واحد. في تكفيرهم قولان، أما في تجهيلهم قول واحد. سبعة، جهل بقدم الصفات مع الاعتراف بها، يعني هو يعترف بالصفة لكن يجهل هل هي قديمة أو حادثة، كجهل الكرامية، فيعتقدون أن الإرادة حادثة. وفي التكفير قولان، والصحيح عدم التكفير. شوف احنا مذهبنا يسر، لا نحب التكفير بل ننفر منه. الثامن، جهل بما وقع أو يقع من متعلق الصفات مع إخبار الشارع بوقوعه، كجهل أنه تعالى أراد بعث الرسل، أو واحد يجهل الحشر والنشر أو علامات الساعة، ولا خلاف في كفر من جهل ذلك، لأنه هنا الذي يجهل الحشر ويجهل القيامة أو الحور العين أو يجهل بعثة الرسل، هذا لا خلاف في كفره، لأنه يتعلق بالمعلوم من الدين بالضرورة، وإنكار المعلوم من الدين بالضرورة لا شك في أنه كفر. إذا لم يكن إنكار المعلوم من الدين بالضرورة كفرا، إذن فليس هناك ما يسمى بالكفر. التاسع، الجهل بتعلق الصفات كإيجاد ما لا مصلحة فيه للخلق، وهو رأي المعتزلة في إيجابهم على الله مراعاة الصلاح والأصلح، وفي تكفيرهم بذلك قولان، والصحيح عدم التكفير. يقولون إنه يجب على الله تعالى أن يراعي فعل الصلاح والأصلح لعباده، وهذه قاعدة باطلة، أن الله تعالى لا يجب عليه شيء. العاشر، جهل بما وقع من متعلقات الصفات أو يقع بما وقع أو يقع، يعني لم يقع ولكنه يمكن وقوعه، وقع أي تم وقوعه، يقع أي يمكن الوقوع، مما لم يخبر به كخلق حيوان أو إجراء نهر، وهذا لا يلزم فيه شيء، يعني لا نقول هذا كفر ولا هذا إيمان، إلا أن يكلف الشرع بمعرفة شيء منه فيجب، ويكون تركه يعني بعد التكليف معصية لمخالفته أمر الشرع لا كفرا. إذن فهذه هي أنواع أو أقسام الجهل العشرة التي ذكرها من الإمام القرافي. ونحن نعرف أن الكفر في حقيقته ما هو الكفر؟ معناه الجهل، الجهل بالله أو بصفاته أو بما يجب
له أو بما يستحيل في حقه، هذا هو الكفر. والدليل على ذلك أن قوم موسى عندما قالوا لسيدنا موسى عليه السلام، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، يعني تكفرون. إذن فالجهل بالله هو الكفر. وفي سورة البقرة قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني من الكافرين. وهكذا السادس من أصول الكفر، أصول الكفر كم؟ سبعة. السادس هو التمسك في عقائد الإيمان بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير تفصيل بين ما يستحيل ظاهرها منها وما لا يستحيل. يبقى إذن التمسك في عقائد الإيمان بظواهر أو بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير تفصيل، يعني من غير أن يفصل بين ما يستحيل ظاهره وبين ما لا يستحيل. فهذا السادس هو التمسك، أي الأخذ في عقائد الإيمان. عقيدة جمع عقيدة، عقائد جمع عقيدة، فعيلة بمعنى مفعولة أي معقودة من العقد بين العبد وربه. بمجرد يعني بمطلق ظواهر الكتاب أي القرآن الكريم، وبمجرد ظواهر السنة المحققة عن النبي المرسل صلى الله عليه وسلم، من غير يتعلق، ومن غير يعني الجار والمجرور، يتعلق بظواهر تفصيل، من غير تفصيل تبيين وتمييز، يعني لا يميز بين ما هو مستحيل وبين الواجب، وبين يأخذ بظاهر الايه، بظاهر النص سواء كان يستحيل أو لا يستحيل. يستحيل يعني يمتنع اعتقاد الظواهر عقائد الإيمان منها، وبين ما لا يستحيل أي لا يمتنع ظاهرها منه. ذلك قال الإمام السنوسي رضي الله عنه لا بد، خذ بالك من هذه القاعدة لأنها مهمة، يقول السنوسي لا بد من أخذ العقائد وتعلمها أولا من البراهين العقلية اليقينية المشار إليها في كثير من الآيات المحكمات التي هي أم الكتاب كسورة الإخلاص ونحوها، ثم إذا وجد بعد ذلك من الآيات أو الحديث ما يخالف ظاهره ما علمنا من الآيات المحكمة الواضحة وشهدت بصحته الأدلة العقلية اليقينية، وجب أن يعتقد فيه أن ظاهره المستحيل ليس مرتادا لله ولا لرسوله قطعا. طالما النص قطع العقل باستحالة دلالته ظاهرا، يبقى يجب تأويله وعدم اعتقاد ظاهره. يعني مثلا النص يصرح بأن الله تعالى فوق السماء أو على العرش، لو أخذناه بظاهره هذا يؤدي إلى التحيز والمكان والجسمية، وهذا يؤول في نهاية الأمر إلى الحدوث، والحدوث معناه أنه ليس بإله. إذن فما أدى إلى المحال فهو محال، ما الذي أدى إلى المحال هو اعتقادك ظاهر النص. يعني مثلا لو اعتقدت أن الله تعالى له مكان بحسب ظواهر النصوص، وهذا المكان هو العرش أو هو السماوات، فالقول باعتقاد المكان لله تعالى أو الجهة يلزم منه أحد أمرين لا ثالث لهما. لو أخذناه على ظاهره يلزم أحد أمرين، الأول إذا قلنا إن الله له مكان يلزم أحد أمرين لا ثالث لهما، إما أن تقول بقدم المكان أو بحدوث الإله. الله تعالى قديم
فيلزم أن يكون مكانه قديم، والمكان حادث فيلزم أن يكون الله حادثا، فليس هناك ثالث. نبئوني بعلم، ما الذي نفعل؟ إما نقول بقدم المكان، الله شاركه المكان في قدمه وأزليته، لأن المكان مكان له ومكان القديم قديم. وإذا كان الله تعالى هو الذي أوجد المكان إذن فالمكان حادث، يعني حدث ولم يكن، والله تعالى حل فيه، إذن فلا يحل في الحادث إلا الحادث، وكذلك القول بالجهة. إذن فيلزم أحد الأمرين، إما حدوث الإله أو قدم المكان، وكلا الأمرين كفر. يبقى إذن ماذا نفعل؟ ولكنهم لم يصرحوا بذلك، لم يقولوا بذلك صراحة، فلا نقول بكفرهم إلا إذا صرحوا، ولكن نقول بجهلهم وعدم فهمهم، لأن المكان الحقيقي يستحيل على الله تعالى، إذ إنه تعالى خالق المكان وخالق الزمان. إذن فكيف يكون لله تعالى مكان وهو خالق المكان؟ وإذا كان لا بد للإله من مكان فالمكان قديم، إلى غير ذلك. يبقى لا بد أن ننتبه إلى الدلالة العقلية اليقينية، والتي توافقها الدلالة النقلية اليقينية، فكونه تعالى يتنزه عن مشابهة الحوادث، هذا متفق مع قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من غير يتعلق بالظواهر تفصيل تبين وتمييز بين ما يستحيل يعني يمتنع ظاهرها يعني ظواهر عقائد الإيمان منها، وبين ما لا يستحيل أي لا يمتنع ظاهرها منها. أما كونه يعني الأخذ بإيه أو التمسك في عقائد الإيمان بمجرد ظواهر الكتاب والسنة، أما كونه أصلا من أصول الكفر والبدعة فلا شك ولا خفاء في ذلك. أما الكفر فكأخذ الثانوية القائلين بألوهية النور والظلمة، ويعنون بالنور الله وبالظلمة الشيطان، فالثانوية يعني المجوس أو المانوية يقولون بإلهين، الإله الأول عندهم النور والثاني الظلمة، ولذلك يعتقدون أن الشيطان إلها، ويفهمون ذلك من قوله تعالى الله نور السماوات والأرض. فإذا كان نور السماوات والأرض هو الإله، إذن فالظلمة إله آخر، هكذا يفهمون من ظواهر النصوص. ولم ينظروا، يعني لو نظر الثانوية يعني الذين يثنون، ثانوية يعني من التثنية، الإله اثنان عندهم، ولم ينظروا إلى استحالة كون النور إلها. يعني خدوا مثلا لو واحد قرأ الآية كده ظاهر الآية الله نور، إذا النور ده هو الله، لكن هذا النور متغير، يعني النور يكون في الليل في النهار تشرق الشمس، في الليل يأتي الظلام، إذا فالنور تغير وذهب، والمتغير حادث يوجد وينعدم، والإله تبارك وتعالى يستحيل عليه التغير ويجب له القدم والبقاء. وإذا كان ذلك كذلك وجب ألا يكون النور إلها، لأن الإله ليس متغيرا. إذن كيف نفهم الآية؟ الآية يقول الله نور، إذن وجب حمل الآية على خلاف ظاهرها، يعني نقول الله نور السماوات والأرض، يعني الله خالق أوجدهما وأظهرهما من العدم إلى الوجود، كما أن النور يظهر الأشياء التي لا نراها. هذا
تعبير ايه؟ مجازي. او نقول نور يعني منور، يعني هو نورهما بالشمس والقمر والنجوم والكواكب، او نور السماوات والارض، النور المعنوي مش الحسي، بالاولياء والصالحين والانبياء والازهر الشريف ومكه والمدينه، دي مش انوار، انوار ايه؟ ها؟ معنويه وليست انوار حسيه. فكل نور سواء كان نورا حسيا او نورا، يبقى اذن يجب حمل الايات على ايه؟ على خلاف الظاهر، لان لو تمسكنا بالظاهر هذا يؤدي الى اعتقاد باطل. وكذلك في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فنقول استوى بمعنى استولى، او ان نكف ونقول امروها على ايه؟ على ما جاءت، امروها كما جاءت دون اعتقاد الظاهر. فهذا هو مذهب السلف الحقيقي، اللي هو امروها كما جاءت. وليس مذهب السلف ان تقول ان له استواء ليس، لا لا تقول هذا، او يد لا كايدينا او وجه، لا لا نقول هذا، وانما نقول ايه؟ اما بالتفويض او بالتاويل، وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوض ورم. وكذلك نقول في قوله تعالى كل شيء هالك الا ايه؟ الا وجهه، يعني هذه الايه سبحان الله تصدم السلفية صدمة قوية، تقتلع مذهبهم من جذوره وتقضي عليه من أساسه وتأتي على بنيانهم من القواعد. هذه الآية، فمثلا ما الذي أمام السلفية في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه؟ لو أنهم حملوا الآية على الظاهر هذا معناه أن الهلاك يلحق الذات الإلهية إلا الوجه، لو تمسكوا على الظاهر أن الله تعالى له أبعاد وأجزاء وله وجه وله رأس وله رجلان وله يدان، إذن فكل ذلك هالك إلا الوجه. هذا معنى إيه؟ اعتقاد أن الهلاك أو الفناء يلحق بالذات الإلهية. طيب ما هو الأمر الثاني الذي يلزم على التمسك بظاهر النص؟ يعني مثلا السلفية ماذا يقولون في هذه الآية؟ لو أنهم قالوا بالظاهر هذا معناه أن الهلاك والفناء يلحق بالذات الإلهية، وهذا كفر لو اعتقدوه. وإما أن يقولوا بالتأويل كما اضطر إلى ذلك أكابر السلفية مثل يعني في تفسير ابن كثير، يفر كثيرا من الظاهر ولكن يضطر أحيانا إلى إيه؟ إلى التأويل. ففي هذه الآية بالذات قال إن المراد بالوجه الذات، إذن أول يعني لم يأخذ به بالوجه بمعنى إيه؟ بمعنى الجارحة، فخرج من الظاهر إلى التأويل. ففي هذه الحالة أصبح من كبار الأشاعرة، لأنه إيه؟ فليس أمام السلفية إلا أحد أمرين، إما أن يخرجوا من المذهب إذا قالوا بالتأويل، لأن مذهبهم هو التمسك بالظاهر، فإن قالوا بالتأويل فقد خرجوا من المذهب، وإن تمسكوا بالظاهر فقد خرجوا من الملة. والخروج من المذهب أيسر من الخروج من الدين، فهذه مشكلة عظيمة عند مين؟ عند السلفية. في هذه الآية بالذات كل شيء هالك إلا وجهه. وكذلك في قوله تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، لأنه هنا لابد من التأويل وعدم الأخذ بالظاهر، وإلا تعتقد أن الله تعالى له جنب أو له جنبين، جنب أيسر وجنب أيمن. إذن فمعنى هذا أنه تعالى محدود وأنه جسم،
وفي قوله تعالى تجري بأعيننا أي بكلاءتنا وإيه وحفظنا، وفي قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم. ومن السنة يعني النصوص التمسك بظواهر النصوص سواء كانت في القرآن أو في السنة. قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل، إذن فنعتقد أن هذا الحديث ليس على ظاهره. وقوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ومشكلات الكتاب والسنة كثيرة جدا. طبعا حنأتي في درس قادم إلى مذاهب العلماء في هذه المشكلات التي في الأخذ بظواهر الكتاب والسنة، ولكن الذي نقوله إن اعتقاد ظاهر النص لا ينبغي إذا قطع العقل يقينا بأنه يستحيل على الله تعالى، فلا بد من التوقف يعني الإيمان بالنص مع تفويض علم المراد به إلى الله تعالى، وهو معنى أن مذهب السلف هو أمروها كما جاءت، أو أننا نؤول هذا النص بما لا يخالف الدلالة العقلية يعني والدلالة النقلية أيضا، لأن النصوص النقلية على نوعين المحكم والمتشابه، فالدلالة المحكمة أو النص المحكم قطعي أيضا. فلأجل هذا نعلم أن مذهب المجسمة والمشبهة بجهل عظيم، وسببه أو الأصل الذي يرجع إليه هو التمسك بظواهر الكتاب والسنة من غير تفصيل بين ما يستحيل ظاهرها منها وما لا يستحيل على الله سبحانه وتعالى. وبقي بعد ذلك آخر شيء اللي هو الجهل بالقواعد العقلية والجهل واستحالة وباللسان العربي الذي هو علم اللغة وعلم البيان. ثم نختم المقدمة الرقم كام دي يا شيخ محمد؟ 6. هذه المقدمة الرابعة، ونبدأ إن شاء الله في الخامسة الموجودات، مع كده السادسة الممكنات، والسابعة الصفات الأزلية، والثامنة هي الأمانة في حق الرسل، ثم ننتهي من الكتاب إن شاء الله تعالى. وإذا قدر الله أن نواصل معكم فعندما نصل إلى المقدمة السابعة عليكم باختيار كتاب آخر إن شاء الله إذا كنتم ستواصلون، أما إذا أردتم الانقطاع والتوبة من العلم فتوبوا إلى الله جميعا واستغفروه لعلكم ترحمون، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم صل على سيدنا محمد.